السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله معنا استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برج الحوت. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. في متابعين قناة اسرار العالم الروحاني، هي استخارات جديدة احبابي في الله، ففضلا وليس امرا ادعموا الفيديو باللايك وانزل فيها التعليقات كما تعودنا. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف الصورة لمواليد برج الحوت. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة التوبة. اللهم تب علينا جميعا يا حي يا قيوم من كل معصية، اللهم إني أسألك أن تغفر لنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. برد الحوت، صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. عندك هنا أرى في بشرة، بشرة خير. البشرة دي بعد أيام، يعني عندك بشرة خير بعد أيام، ممكن سفر غير متوقع، وفي صلح، عندك صلح مع حد حصل ما بينك وما بينه مشاكل، لأني أرى فيه عتاب ورد حق وصلح. يعني حصل ما بينك وما بين حد مشاكل، راح حقك يردع وراح يكون في صلح بإذن الله تعالى. بس هنا في امرأة بتكرهك، والمرأة دي سحراك، عاملة لك سحر. عندك سحر، بس أنت هتصطدم لما تعرفها. ومنكم عارفها على فكرة، منكم عارفها الست دي، مش بغريبة ليك، ده قريبة منك، قريبة منك، وعارفة كل أسرارك وعارفة كل حاجة عنك. بس احذر، احذر منها. أرى في هنا برضو شيء هيحصل لك، يعني أنت هتكون مفاجئ، لأن أرى في هجية أو مكافأة، يعني هتغير في حاجات كتيرة، تغيرها من حياتك. بس عندك مضغوط هنا عاطفي، مضغوط ما بين شخصين، عندك ضغط ما بين شخصين، ولازم تختار كويس، اختار كويس. ارى هنا برضو منكم البعض هنا في ترسيم علاقة او قرار زواج، وفي دعم من يد غريبة، في حد غريب هيدعمك. وللمنفصلين هنا خلي بالك، الشريك يعيش اقصى حالات الندم، اراه ندمان، حزين، مخنوق، متضايق، مش عارف ياخذ قرار، يعيش حالات الندم على فراقك على فكرة. بس عندك بداية جديدة وأمل عاطفي جديد، وفي مواقف يعني حدث كثيرة قدامك حلوة. ورا هنا منكم عنده مبلغ مال لديله بعد أيام، بعد ثلاث نقط، ثلاث نقط قدامك، ثلاث نقط ودايلك مبلغ مالي. وهنا برضو البعض هنا أراك يعني بتدهس لارتباط، حد قريبك هيرتبط، أختك، أخوك، أختك، أخوكي، حد منكم هيرتبط قريبا، أنت في ارتباط في أرض بيتك، عندك ارتباط قريب في أرض بيتك. بس مالك كده الفترة دي؟ أراك يعني الفترة دي في زعل دواك، مخليك ساكت، لا تعاتب حد ولا بتلوم حد ولا بتهتم بأي حاجة، يعني عايش ببركة ربنا. أرى أن عليك كمية ضغوطات رهيبة، عندك كمية ضغوطات، وحتى في نومك غير مستقر، ممكن يكمل يعني ممكن عندك تفكير 24 ساعة عمال تفكر، في تفكير عندك كتير في دماغك، دماغك شغالة بدون انقطاع. ليش؟ يعني بس خلي بالك، العين والحسد عليك بشكل رهيب، العين والحسد عليك، العين والحسد عليك شديد. بس هنا يعني العين والحسد دول عليك شديدة قوي، لأنك يعني إنسان بسيط ومرح ونظيف من دواق يعني، وطموح طيب جدا، يعني عمرك ما تنام وشايل في قلبك غل او حقد لحد، بتقاوم وعارف ان ربنا بس اللي معاك، مش هيسيبك، ويفتح لك كل الابواب الخير، ويفتح لك ابواب السعادة، لان عندك طاقة المال قوية، طاقة المال قوية، يعني هناك مبلغ مالي ممتاز انت كنت محتاجه، يعني انت محتاج هاي المبلغ، انت محتاج المبلغ ده، هاي تدبر وهتلاقيه دايلك من حيث لا تحتسب ان شاء الله. عندك ان انت حاجه بتفكر فيها، لان في امنيه او انجاز، يعني انا في امنيه راح تتحقق قدامك. اراك يعني في انجاز، تحقق انجازات او انجاز يعني هنا قدامي بالعمل، يخص العمل. في حاجه حلوه قوي هتحصل معاك قريبه، يعني انت منتظرها بفارغ الصبر. الحاجه دي انت منتظرها بفارغ الصبر. يعني راح تخردك من الزعل ده كله، راح تخردك من الزعل، من النكد، من الضيق، من التعب. الدنيا بتضحك ليك مرة ثانية، اعرف ان الدنيا بتضحك ليك مرة ثانية، هناك شخص بيحبك قوي،
في حد بيحبك قوي لكنه راه بعيد عنك، الشخص ده بعيد عنك يعني مش عارف يقرب منك ازاي، يعني بيحاول يعني تدور عليه ان هو بيحاول يقرب منك، لان ان شاء الله في حياة جديدة قريبة منك بتبدأها اولها صعب لكن فيها خير كبير ليك. عين بصلك في حياتك وبتحسدك، العين دي بتحسدك على كل حاجة حتى ضحكتك، لكن ما تخافش ربنا معاك، ربنا معاك. اراك هنا برضو بتستعد لسفر، عندك سفر او لقاء لاحباب وهتقضي وقت ممتع، اراك هتقضي وقت ممتع باذن الله، ديالك فرحه من غير ترتيب وعوض من ربنا بعد التعب اللي حصل معاك، لان تعبت كتير ويئست كتير وحصل معاك تعب كتير. ابشر باذن الله تعالى، ارى انك انت يعني بعد تعب كتير سترى قدره الله في تحقق ما صبرت لاجله، لانك اتظلمت اتخذلت اتكسر قلبك حزين بيقول امتى يا رب اخذ حقي. ان شاء الله كل شيء ممكن يتغير، سيتغير في اللحظة لصالحك لان ربك او يريد ذلك. فلا تقول مستحيل، فلا تقولش مستحيل ولا كيفية يعني، ولا تفكر في كيفية الفرج، كله في يد الله. أرى برضو في ندم أحد الأشخاص اللي ظلموك واستغلوك، هم ظلموك واستغلوك، عندهم ندم كبير، ندمانين. بعد فوات الأوان قر عينك، حقك راجع وستفادى بإذن الله تعالى، عندك عوض من ربنا بإذن الله، في عوض في مبلغ مالي محترم كويس، نقول يعني ممكن تكون مكافأة، أرى ممكن يعني تكون مكافأة أو هدية أو ردوع دين، يعني ممكن تكون عاضح الدين. القراءة دي عامة أحبابي في الله، رجال ونساء، القراءة عامة أخواتنا في الله، بس انتبه يعني على هنا أرى فيك في صلح، يعني في قاعدة صلح، يعني في مشاكل صايرة وبتصالح ناس أو أنت بتصالحه، إن شاء الله فيها خير. بس احذر من الناس دي اللي حسداك، الناس اللي بتراقبك، الناس اللي عايزة توقعك في مشكلة، الناس اللي عايزة تأذيك، الناس الطماعة، الناس اللي ما بتحمدش ربنا أبدا، الناس دي عارفة أسرارك، عارفة عنك كل حاجة، حابة تأذيك، حابة تكسر عينك، حابة تأخذ منك الضحكة أو الابتسامة اللي ما حلتكش غيرها. يعني شايف عندك هنا طاقتك، شايف إنها يعني عندك تغير، بس أنت متجاهل، يعني أراك متجاهل، مش عارف يعني تاخد قرار، يعني ساكت، حاسس إنك طاقتك تعبانة، عندك طاقة سلبية، حاسس إن أنت عندك طاقة سلبية، عندك يعني تعب مضايقك، خانقك، محتار، الباب اللي اتقفل في وشك، اتقفل في وشك دي سنين الباب ده، لكن خلاص يعني هيتفتح، ربك هيبدله بباب من الرزق، لأنك أنت محتاج الرزق، من باب من الرزق والبركة والستر بإذن الله تعالى. وعندك برضو هنا في تغير من مكان، منزل او تجديد منزل او بتجدد منزلك، لما هتغير من المنزل اللي انت فيه او هتجدده، هيسعدك قلبك باذن الله تعالى، لان قلبك طيب، قلبك طيب وتحب الخير للناس كلها، بتحب الخير. بس احذر يعني احذر من هذا العين الخبيث الحاقد الحاسد، يعني اللي عندي عرقلت مسار حياتك كتير وما زادك اليوم، يعني بقالها معاك سنوات والست دي بتراقبك حسودي، يعني هي الشخص ده اللي بيراقبك قريب منك، حاسد وحاقد يكرهك، اصابك العين بدل المره كذا مره، هو بجنبك يعني او هي بجنبك، ولكنها يعني تشعر بالنقص، يشعروا انك يعني معاك اللي هم مش معاه، او انك تمتلك ما لا يستطيع ان يملكوه، العين بس مسيطر عليك، تعباك حتى في الحركة، في العمل، في الراحة، في الحب، دايما تشعر بالكسل، بالخمول، وعدم الراحة، سواء في النوم أو في فعل أي شيء أو حتى في الشغل، تعبان، همدان، كسلان، وعامل لك برضه شوية تعطيل، يعني عامل لك شوية تعطيل حتى في يعني في حياتك وفي صحتك، تشعر بالألم في الراس، في المفاصل، في الرقبة، دوخة، تعب في الرجلين. ان شاء الله راح تخلص منها هي العين باذن الله تعالى، هتخلص منها بقدره الله تعالى. هنا دايلك حد شايف هيقاسمك، الحد ده هيقاسمك افهمك قبل فرحك، سند حقيقي هيرسم معاك هدفك، هديه من القدر،
يعني فيه ملامحك، فيه من ملامحك كثيرة، هيهزم معك الصعب، هيكون سبب سعدك، جاي لك بعد خطوتين بإذن الله، خطوتين مكتوبين ومحسوبين. فما تستعجلش، ما تستعجلش، رزقك دايلك، رزقك دايلك، بس ادعي ربك يعوض صبرك ويكون من نصيبك، ادعي ربك. بس خد حذرك، واديني بقولها لك، من الحسد، لانك محسود عين شديدة. هناك من يكرهك، من يكرهك ويراقبك وينتظر سقوطك ويتمنى زوال نعمة الله عنك، ذلك الصداع بالراس وبالألم وبعض الألم العظام، يعني هذا من العين، بس هم لا يعرفون أن هناك ربا يمهل ولا يهمل. بس لا تخف، لا تخف، هناك ربك يحميك ويتولى جميع أمورك، ولن يشمت فيك أحد، لأنك إنسان طيب، إنسان طيب، بتاكل لقمتك بالحلال، ما بتحبش تأذي حد، ما بتحبش تكسر حد، ما بتحبش تظلم حد، ما بتحبش تاخد حاجة مش بتاعتك، ما بتحبش تأذي الناس، ديالك فرحة حلوة جدا. يعني راك هنا ناوي على سفر، على طريق السفر قدامي، انت ناوي على سفر، بس يعني نفسيتك اراها برضو متدمرة، نفسيتك بتدمر قوي، بس بتعافر وبتطلع، اراك برضو بتعافر وبتطلع وبطالع من الحسد بإذن الله تعالى. هو الحسد مسيطر عليك شديد، بس طالع من الحسد، طالع منه، يعني بتحاول تعالج نفسك، بتحاول تعالج نفسك وتطلع من الحسد ده، لان انت بتدعي ربني وبتصلي، وفي حد كبير عندك بيدعي لك، عمال يدعي لك، بس هو تعبان، والدك، والدك، حد يعني قريب لك تعبان، عنده ألم في الرجلين، عنده السكر، عنده شوية تعب، إن شاء الله ربنا يشفيه. عندك أوراق في المحاكم؟ في عندك أوراق في المحاكم بتخلصها؟ لأن أوراق في المحاكم بتخلص أوراق، أو حد مسجون قريبك، قريب ليك، أو أنت عليك حكم، أو أوراق بالمحاكم، إن شاء الله راح تخلص على خير بإذن الله تعالى. عندك خلوص أوراق بالمحاكم بإذن الله تعالى راح تخلص على خير. خلي بالك من الناس الحاسدة، الناس اللي بتكرهك، وليس كل اللي في قلبك يكون على لسانك. انت ممكن تتكلم مع الناس ببساطة لانهم زي اصدقائك او احبابك، لكن انت مش عالم ايه اللي في قلبهم. ممكن انت تبتسم او تكون فرحان بهدية، او تكون فرحان بمبلغ مالي دالك، او اشتريت سيارة، او اشتريت حاجة، بتكون فرحان وبتبشر وبتقول لاصحابك، بس مش عارف ايه اللي في قلبهم، مش بيتمنوا لك، ممكن هم في قلبهم كده، طب انت احسن منهم فيه عشان دي بالسيارة، او اشتريت منزل، او ايه او ايه، او سويت، او خرجت، او اتفسحت، او انت مبسوط، هم زعل، فمش بيتمنوا لك الخير. فمن هنا يخرج شيطان العين، شيطان الحسد، اللي يدمر مسار حياتك. عندك تغير، وفي قرار، يعني في قرار عندك مهم، انت مستنيه، مستني مكالمة دايلك من وراها مال، او دايلك من وراها بيع، او دايلك من وراها شراء، انت منتظر مكالمة من حد هيكلمك، في عندك بيع او شراء، لا راح تبيع محل، او راح تبيع شقة، او راح تبيع منزل، او راح تبيع سيارة، او راح تشتري حاجة. عندك لقاء بشريك، عندك لقاء، يعني ارى في بداية حب، او منصب، او سفر، او في حد بيدعمك من الخارج، في حد عندك بيدعمك من الخارج، وعندك ديالك بشر السفر، ابشر ابشر ابشر. عندك راح تمتلك شيء جديد، عندك شيء راح تمتلكه، وفي توثيق عقود، يعني عندك شيء راح تمتلكه شراء، او هتوثق عقود باذن الله تعالى. صل على الحبيب المصطفى. بس هنا خلي بالك، ابشر ابشر ابشر، جاي لك حد، يعني الحد ده هيساعدك، هيدعمك، هيكون معاك، هيقف معاك بعد التعب كل اللي حصل في حياتك. عندك نجاح مهني واموال، راح تنسيك شريك نرجسي، وخروج من علاقه سامه، هتخرج من هاي العلاقه السامه باذن الله تعالى. بس هنا ارى للبعض هنا، يعني في عرض ارتباط جديد، عندك عرض ارتباط او زواج، يعني من شخص يعني بيحبك، او كويس هاي الشخص ده زي ما بيقولوا. بس ارى هنا في ناس داخل حياتك تعباك، خنقاك، كسرت قلبك، درحتك، قلق، يعني اذتك كثير، الناس دي اذتك، تعبتك، لان اراك يعني قلقان ومحتار، وعندك تفكير كتير، بتفكر كتير، بالك مشغول، يعني مش عارف تاخذ قرار،
محتار، اكتر حد عندك الحيرة، اكتر حد عندك الخنقة، اكتر حد عندك الضيق. بس الحظ معاك، دايلك الحظ معاك والرزق معاك، باب الرزق مفتوح لك، باب الرزق والحظ مفتوح لك. بس انت تعبان، عندك طاقة سحر وطاقة مس كمان، عندك مس وسحر. بس روحانيتك عالية، عندك روحانيات بالصلاة على النبي، روحانياتك عالية جدا، بتديك الإحساس قبل الشيء قبل حدوثه، بتديك إحساس وإحساسك بيكون صادق. رؤيات المنامية ساعات بتكون معك صادقة بس معك بتكون نسيئة، لأن رؤياتك المنامية فيها أدلات أو حدات صحيحة أو حدات صادقة كثيرة، لكن بتنساها. زيد أكثر في صلاتك، صلاتك في أوقاتها، صلي عليك أذكار الصباح أذكار المساء، وتخلص من السحر والمس الشيطاني، لأن روحانياتك بالصلاة على النبي كويسة جدا. وشوف الحظ معاك، يعني أنت مش تعبان جسديا، لكن يعني ماديا كويس معاك، لكن تعبان جسديا، تعبان نفسيا، مخنوق، متضايق، حابس قفل على روحك، يعني قاعد 24 ساعة بتفكر، محتار، مش عارف تاخذ قرار، يعني مش طايق روحك، مش حابب تتكلم مع ناس، مش حابب تخرج، مع انك لما بتخرج بتحس بالراحة، لما بتخرج بتحس بالسعادة، او بتخرج بترتاح نفسيا، بس انت مش حابب كده، مخنوق دايما، متضايق دايما من هذا منطقة السحر. بس عندك شيء جميل قادم ليك، وتعويضات إلهية قادمة، عندك خبر واسع، يعني خبر مفرح، خبر ليك، يعني عندك بركة في الرزق. في حد تخص العمل هتخلص، او عندك ترقية في العمل، رح نجمك يلمع في مجال عملك، لان عملك رح تندح منه. العمل ديلك شهرة او ترقية او مبلغ مالي، لان انا رح ديلك فرحة من نسبة العمل. في حدا مفقودة منكم، حدا مفقودة او حدا رايحة منكم، او لان الرق يعني بتحصل على شيء مفقود منك او رايح منك، هذا الحدا دي رايحة منك مفقودة، راح تحصل عليه وراح تلاقيه. عندك قرار، عندك قرار صح، القرار ده هتاخده صح، وبعد ما هتاخده يعني القرار ده يخص عملك، وهتلاقي دليل يؤكد ان انت القرار اللي خدته صح، مع انه انت يعني خايف او قلقان او محتار، لكن قرارك اللي خدته هو الصح، وهو المنطق، هو الصح القرار اللي خدته. في شخص انت هنا يا راكب بتحبه قوي، بس يعني مش عارف توصل له، او مش عارف ازاي يقرب منك، او يكون ما بينك وما بينه تواصل. بس هنا في مواجهة مع حد، هتواجهه شخص، هتواجهه، هيحصل كلام ما بينك وما بينه، هو يريد لك أذى، الشخص ده يريد لك أذى، يريد يؤذيك، يريد يدمرك، يريد يكسر قلبك، يريد يجرحك، أو عايز يكسرك، لكن هتواجهه. عندك مواجهة ما بينك وما بينه، ربنا معاك وهينصرك عليها بأمر الله. بس انت هنا راك عندك كمية ندم، ندمان ليه؟ عندك كمية ندم، يعني راك هنا ندمان، ممكن ندمان على فضفضة من لسانك، من كلامك، ندمان على الفضفضة، ندمان على طيبة قلبك، لأن أنت قلبك طيب، بتتكلم مع الناس بحسن نية، بتتكلم مع الناس بطيبة القلب، لكن الناس بتاخذ الكلام وبتوصله لناس ثانية، لأن راكن ندمان على فضفضة قلتي، يعني مع إنك أنت معك حق، الكلام اللي قلته صادق، بس الناس زودت عليه كلام ووصلته لناس ثانية، فحصل كلام أو مشاكل. بلاش يعني كل اللي في قلبك يكون على لسانك. عندك مفاجأة حلوة، مفاجأة حلوة يعني غير قدمت، غير متوقع ليك، قدامك 3 نقط، ممكن تكون هدية، هدية قيمة، يعني هدية كويسة ديالك، وفي منكم دات له هدية، دات له هدية من الخارج كمان، يعني دات له هدية كويسة في حد منكم، وكمان دياله هدية غالية. عندك برضه هنا استلام أوراق أو سيكة، ممكن تقول حكومية أو بتخلصها، مهمة يعني تخص، أنت منتظرها، هتستلمها تخص عملك، الوثيقة دي أو أوراق أو حد هتستلمها هتخص عملك، تخص العمل أو شغلك، أو هتعلي من شغلك يعني هنا. وعندك برضو هنا أمور خير فيها ليك بإذن الله تعالى، يعني في خبر مفرح، أنت منتظر مكالمة، أنت منتظر مكالمة، أو بترد على حد مرضي، أو بترن على حد مرضيتش، أو منتظر مكالمة، في مكالمة تديلك، يعني قدامك خلاص، قدامك خطوتين، وإن شاء الله المكالمة دي ديالك، المكالمة دي ديالك.
عندك هنا يعني ستفاجأ بأفراح قادمة ليك، انفراجات طال انتظارها، وستبدل أحوالك بإذن الله تعالى للأحسن بإذن الله تعالى، إن ربك إذا أعطى باب الحظ باب السعادة يتفتح قدامك. أنت كنت بتحاول تفتحه وتفتح معك وتفتح، بس هو يعني اتفتح في الأول كان معك باب السعادة واتقفل، اتقفل من السحر. باب الرزق وباب الراحة كان مفتوح معك، كل حاجة كانت ماشية معك، لكن انقفل من السحر والبس، فراح يفتح معك. ومنكم فتح معاه الباب، باب الحظ وباب السعادة اتفتح معاه، وراح يكتمل الباب فيه الخير فيه السعادة ليك. بس انت هنا يعني حاول تخلص من الطاقة دي اللي عندك، الطاقة دي برضو عندك تعباك، لأن أشوفك قلقان ومخنوق. بس في مكالمة أو رسالة هتديلك، يعني المكالمة دي أو الرسالة هتديلك من شخص ده غايب عنك، يعني غايب عنك بقاله فترة، الشخص ده غايب عنك بقاله فترة، هتديلك المكالمة. ورا هنا أمور هتكون مثيرة ليك، هتندح وهتعلي وشأنك هيكون أعلى، وهتندح وهتثبت للآخرين إن أنت الصح وأنت وصلت لهدفك بدون مساعدة حد. محدش ساعدك، محدش وقف معاك، محدش دعمك، مع إنك بتدعم الناس كلها بالسعادة، بتدعمها، اللي بيطلب منك حاجة بتديها له، مش عايش حد عن حد، وبتحب الناس، بتحب الخير للناس كتير، لكن الناس بتحب لك الشر. أراك هنا راح تنهي إنهاء شر وإعلان نصر على الحزن. في منكم المبتعدين منتظر عودة حبيب، ولا البعض خلي بالك حبيب في علاقة سرية في طرف ثالث. في منكم هنا يعني الدخول أو دخلتوا يعني البعض منكم مع شخص حبته وعطته له كل الثقة، لكن طلع خاين أو مش كويس، أو هو متعدد العلاقات في علاقة سرية، والتعب اللي عندك اللي في جسدك. البعض يعني منكم هنا أرى ظهور أشياء غريبة في جسده، مثل حروف أو خدوش أو تعب عمود فقري أو أحلام مزعجة، مثل كلاب، قطط، حيوانات، أسود، نمور، أفاعي. هي من السحر أحبابي في الله، منكم برضو حاسس وعارف إن السحر وحاول يفكه، بس مش عارف يفكه إزاي، طبق كذا طريقة أو ماشي في طريق العلاج، بس مش عارف، محتار، متردد، مش عارف تفك ولا لا، مش عارف توصل للهدف الصح. كله ده من السحر. وست اللي عامله لك السحر ده، ست دي قريبة منك جدا، مش غريبة عليك، هي قريبة، الست دي مش غريبة عنك، يعني قريبة منك قوي. بس هنا انت يعني في اشخاص هنا اراها ان الاشخاص دي نسيت نفسها يعني اصلها، يعني اراهم بيتعالوا عليك، لكن اراك في مواجهة حادة، وهتوريهم مقامهم، وهتوريهم نفسهم، وهتوريهم ان هم اصلهم ايه، او الناس دي ايه، وبتتعالى ليه، او شايفة نفسها ليه، هتوريهم مقامهم وتوقفهم عند حدهم، لان اراك هنا في مواجهة حادة ونصر ليك انت، ونصر راح تنتصر. بس هنا في اشخاص حواليك يعني بيحاولوا يمسكوا عليك غلطة، الاشخاص دي بيحاولوا يمسكوا عليك غلطة واقفلك على الوحدة، دول واقفلك على الوحدة، يعني الناس دي واقفلك على الوحدة، ولكن انت كيدهم، لانك انت ماشي في مشوار عملك او رزقك، ماشي في هدفك، وبتحب هدفك، وحابب توصل، وحابب تكون ناجح واسمك يكون عالي، يكون لك شأن عالي، هتوصل للي انت عايزه. برا منكم هنا برضو البعض اكتشف اسرار، يعني كشفت انت او انت اسرار، يعني وعرفت ان في شخص بيخونكم او مش كويس، انتوا تحررتوا من قيود، تحررتوا من علاقة، تحررتوا منها، ما تزعلوش ان انتوا يعني سبتوا العلاقة دي، ربنا كشف لك عشان خاطر تبعد عن العلاقة دي، لان العلاقة دي سامة او هتأذيك. عندك برضو القراءة دي احبابي في الله، خد اللي طابق عليك، اخواتنا نساء او بنات او رجال او شباب، خد القراءة احبابي في الله اللي طابق عليك، مش كل القراءة دي ليك، القراءة دي عامة وليست خاصة احبابي في الله. ف
فضلا وليس امرا يدعموا الفيديو باللايك. اخواتنا في الله، عندك بشرى يعني وفرحه كبيره، استقرار، عندك كميه استقرار في منزل جديد، فرحان مبسوط، وراح يفك الكرب اللي انت فيه، المشكله اللي انت فيه، الحكم او السجن او سجن، عندك حد عزيز على قلبك مسدود، عندك عليك حكم او اوراق بتخلصها في المحاكم، حد بيخلص لك في الاوراق او بيخلص لك في شغل المحاكم، لان فيها خير ليك، فيها خلاص يعني هتاخذ البراءه او هتخلص ورقك بخير، راح يخلص الورق هاي الايام باذن الله تعالى. في حدا غالي على قلبك راح تحققها، عندك تحقق امنيه غاليه على قلبك، عندك تغير عتبه كما قلنا، هتغير العتبه والاوراق الحكوميه هتخلصها، العتبه ان شاء الله يكون فيها السعاده ليك، فيها الراحه ليك، فيها بعيد عن المشاكل. هتكتشف برضه يعني انت قلقان، عايز تكتشف السحر، عايز تكتشف مين اللي عمل لك، عايز تكتشف حاجات كثيره، عايز تعرف اسرار، عايز تعرف اخبار، لان راك برضه هتكتشف امور حقائق حواليك. راح تكتشف الامور اللي حواليك والحقائق اللي حواليك، كل حاجه راح تكتشفها باذن الله تعالى، وهتعرف مين معاك ومين عليك. هتعرف كل حاجة. بس انا راقة في ناس خايفة من بكرة، خايف ليه؟ رب منكم خايف من بكرة وقاعد بتفكر في اللي داي، سيبها على الله، بلاش تفكير، بلاش حسبانية، احسب شغلك، بص لمستقبلك، بص بلاش التفكير الكثير وسيبها على الله، بص لهدفك اللي انت ماشي ليه، بص لمستقبلك، بص للهدف اللي عايز توصل له، وبلاش كثرة الكلام، بلاش كثرة التفكير والكثرة الكلام، الكلام بيعطل اللي داي، بيعطل المشاريع، بيعطل مستقبلك، بلاش كثرة الكلام، خليك في مستقبلك، لأن أرى نجمك بيلمع، وأكثر حاجة في مجال عملك، أكثر حاجة في مجال عملك، ندمك بيلمع، مع إنك يعني تعبان، مخنوق، متضايق، همدان، مش بتاكل، صحتك تعبانة، كل ده هيستعد الظبط معك بالتدريب بإذن الله تعالى، كل شيء لأنك راح تعلي شأنك هيعلي. بس أنا يعني عندك الفرحة، بس الضيقة يعني أنا برضو يعني الضيقة والخنقة مزعلاك قويش، أرى الضيقة والخنقة مزعلاك، مش عارف يعني ممكن تقول مش عارف تفضفض، مش عارف تتكلم، مش عارف تاخد راحتك، قلبك هيطمئن، هيطمئن باذن الله تعالى، بس الكلام اللي بيضايقك انت يعني سمعته، الكلام دي بتسمعته او بتسمعه، الكلام ده كم هو مضايقك، تعبك، عندك يعني طاقة تعب او طاقة خنقة او طاقة ضيق، بس عندك هنا التغيرات قادمة، قادمة باذن الله تعالى، تدق بابك، عندك طريق سفر؟ حد بيدعمك او حد عايزك تسافر له او حد بيدعمك طريق السفر، بس انت مأدي للسفر او الطريق دايلك لسه قدامك السفر، ديالك طريق السفر باذن الله تعالى، قادم ليك طريق السفر، في خير ليك، في فرحه، في سعاده، في خير باذن الله تعالى. وانت راك هنا خرجت ناس كثير من حياتك، خرجت ناس كثير من حياتك مش كويس، الناس دي انت خرجت من حياتك وارتحت او كبرت دماغك او بعدت عن الناس دي، بعدت عنها وارتحت خالص، ان شاء الله ديلك الفرحه باذن الله تعالى والسعاده، لان قلبك طيب. اتمنى من احبابي في الله كل من يشاهد الفيديو فضلا وليس امرا اخواتي في الله، ادعموا الفيديو باللايك، وان كنتم لم تشتركوا في القناه فليشرفني اشتراككم في القناه، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وان كنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل او من تابعه، الرقم امامكم، تواصلوا معنا، ترد عليكم المديره وان شاء الله تواصلوا معايا، وان شاء الله نكون في حسن ظنكم، واي مشكله او اي حاجه ان شاء الله نخلصها لكم باذن الله تعالى، والسلام عليكم.